عندنا فكره الكافيه بحيث ان احنا بنات بنخرج يعني ما بناخدش راحتنا بره وكده، فحبينا نعمل مكان مخصص للبنات بحيث تاخد راحتها فيها، تاكل براحتها، تشرب براحتها. كمان بالنسبه لان انا منقبه فكان عندي ازمه ان انا اخرج بره وكده، فحبيت اعمل مكان كمان المنتقبات يجي ياخدوا راحتهم، يخلعوا النقاب، يقعدوا براحتهم، ياكلوا يشربوا براحتهم من غير ما اي مضايقات من اي حد. الحاجات المختلفه الموجوده عندنا العاب، وعندنا ركن خاص للاطفال بحيث لو واحده معاها طفلها تيجي تقعد براحتها وطفلها يلعب في مكان كويس، مكان نظيف، مكان امان شويه. بنات عاوزه كوكب لوحدهم كده، هوت ياخدوا راحتهم فيه، مكان زي مكان القهوه كده هوت بالنسبه للاولاد. ده احنا فاتحين بقى لنا اسبوع كده هوت، والحمد لله يعني كل رد فعل للبنات مبسوطين بيه جدا.